هذا وشارك حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في جلسة العمل الأولى المغلقة لأعمال الدورة 39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي عقدت اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله في قصر الدرعية. ويناقش أصحاب الجلالة والسمو في هذه الجلسة القضايا والمواضيع المطروحة على جدول أعمال القمة.